يبقى في انضمام لبعض لاعبين اخرين على مستوى هو طبعا الفتره اللي جايه؟ التجربه كشفت انه في لعيبه المفروض تدخل. اولا انت محتاج انك لاعب في نص الملعب اللي هو يوصل للمهاجم اللي بيدي الكوره. يعني انا شايف انه احنا عندنا نص الملعب الغالبيه عليه الديفندرات. لا انت فين العقل؟ فين اللي بيدي؟ انت عايز حد الراجل اللي بيصنع اللي يقدر اللي بيعمل التوازن. انت كان عندك ناصر ماهر ولما نزل الحقيقه وامام عاشور حقيقة بيعملها بس مش بنفس. لا بس برضه غالب عليه شغل غالب عليه الدور الدور اللي بيلعب تحت الفرود يروح من على الجناب. برضه انت محتاج البديل لمصطفى محمد يعني راس الحربه الاساسي يعني ما عندكش نفس يعني. انا برضه هو بيحاول بقى في اوفا هو شايف في حاجه. لا الملاحظه برضه انك انت لابد في المنتخب لازم يكون عندك الاساسي والبديل لا يقل عنه والابواب نمره 3 ويبقى عندك في اماكن تانية ويبقى في التالت او الجوكر اللي يقدر يلعب في مكانين. لكن انا شايف ان احنا عندنا مشكله انك انت لما لعيب بيخرج او لعيب بيصاب ما بتلقاش البديل بتاعه. ليه يعني مش ده الدوري بتاعنا؟ معقوله ما فيش باك شمال فيه مثلا؟ ما فيش لعيب في النص مثلا يقدر يقوم بالدور ده؟ لازم تجيب البديل وتبقى عندك. وفي انا محتاج من النهارده لغايه كاس الامم الافريقيه انك انت تثبت التشكيل او تثبت الاختيارات بتاعتك في مجموعه حتى لو مساحتها اكبر من ال 23 او ال 25 وتقعد تتواصل معاهم وتتابعهم ومع اي لعيب كمان. انا ببص ان انا رايح كاس العالم، انا كاس العالم محتاج ان انا انزل بالسن ادخله من دي مبكرا عشان يقدر يكتسب خبرات. ومفيش فرقه في العالم كله يعني انت هتشوف منتخب المانيا في كاس العالم في عنصر الخبره وفي عنصر الشباب. اسبانيا وفرنسا ما تقدرش تقول العب بشكل بدون لعيبه. لا عنصر خبره حتى لو كان سنه كبير لو زي عبد الله سعيد مهم جدا انه يبقى موجود على الاقل هيفيد اللي هيخش معاه. هتجيبه وتقول له انا هستفيد بيك في وقت معين انت مش هتبقى اساسي بشكل كبير يبقى من البدايه انا مصارحه مش هيجي يعمل لي ازمه. لازم احنا نوصل للإعلام للجمهور انه الانتماء واللعب للمنتخب الوطني ده شرف كبير ما فيش بعده شرف. لكن برضو انا نفسه. مش محتاج منك يا حسام انت كل ماتش تطلع تحسسني بوطنيتك وانك انت الوطني. بس انا لما بنتقد خايف على بلدي طبعا. وخايف على منتخب وطني مظبوط. انا لما بنتقد مش عشان ان انا كرهك او انا وما هوش منتخب حسام حسن ولا ابراهيم حسن ده منتخب مصر. لازم تفهم ده. اللي كلنا بنحب حسام برضو شخص يعني انا كواحد بيغير على بلده وكان اصلا نجم كبير فهو عارف قدر المنتخب وايه المطلوب منه. لكن ما انتش ازيد مني وطنيه وما انتش عشان تطلع تديني دروس في الوطنيه في المباريات. فاهم ده مش ده دورك. انا دورك في الملعب. انا سيبني انا ابدع في الملعب. وريني صحيح. وريني شغلك في الملعب مع التغييرات ومع اللعيبه ومع الجمل. فين الجمل التكتيكيه؟ في لقطه كابتن حسام راح لغايه الجول الناحيه الثانيه. يعني هو الراجل بينسى نفسه طبعا. هو بيحب الكوره بيحب يعني هو عنده كده امور. كل ده ما يهمكش. هو فعلا اللي يهمك ان لوسايمن بيفككها لك. يعني هو لوسايمن مش بيقول يا عم حسام احنا كلنا وطنيه. هو عايز يقول له يا عم سيبك الموضوع ده منتهيين منه وبالتالي عايزينك تمارس دورك الكروي بقى.